وبمناسبة الذكرى 44 للحركة التصحيحية أقيم في بلدة حضر بريف القنيطرة احتفال شعبي وتم فيه تكريم لذوي شهداء البلدة. سيف الفرة حضر الاحتفال ووفانا بالتقرير التالي. 41 شهيدا غرست لهم 41 شجرة مشكلة حديقة سميت بحديقة الشهداء في بلدة حضر بريف القنيطرة. فعالية رسمية بدأت بافتتاح الحديقة بمناسبة الذكرى 44 للحركة التصحيحية المجيدة تحت رعاية رسمية من محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في القنيطرة وليد أباظة ورئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة. وأكد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر أن تكريم أسر الشهداء واجب وطني مقدس وتعبير عن الوفاء لتضحياتهم وبطولاتهم في إعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن ومواجهة الإرهابيين. هذا ما أكد عليه أيضا باقي أعضاء الوفد الحكومي. كما هزم جيش إسرائيل في عام 73 على يد أبطال قواتنا المسلحة سيهزم إن شاء الله على يد أبطال قواتنا المسلحة وسيكون انتصارنا القريب على ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية المسلحة. كرم شهداء هذه القرية الذين تجاوزوا 40 شهيدا قاتلوا قتال الأبطال المرتزقة والتكفيريين على مساحة القطر. اليوم الاتحاد الرياضي موجود مع قيادتنا السياسية والإدارية في بلدة حضر لتكريم هؤلاء الشهداء بأسرهم. مهما قدمنا نحن الرياضيين دائما مع الشهداء نسعى لرفع علم الوطن ولعزف نشيده الأغلى. أهالي الشهداء المكرمين بدورهم جددوا تأكيدهم على تقديم الغالي والنفيس من أجل الوطن وحماية ترابه والدفاع عنه، مشيرين إلى أن الشهداء بذلوا دماءهم من أجل عزة الوطن ورفع راياته والمحافظة على صموده في وجه المخططات الاستعمارية التي تستهدفه. ألف رحمة على كل شهداء سوريا شهداء الوطن. أرض سوريا كلها بدها تزهر ياسمين، ومش راح يروح عبق الياسمين من بلادنا لأنه شهدائنا رووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن. الله يرحم الشهداء كلهم منعتز بشهادتهم بدافعوا عن كرامتهم وعادهم وبلدهم. هكذا كانت الأجواء في احتفالية ذكرى الحركة التصحيحية في بلدة حضر. فمن صمود أمهات الشهداء يصوغ أهالي بلدة حضر ملاحما بالصمود والتحدي رغم كل الظروف التي مرت.